السلام عليكم. دارت خدم حافظ عليو بيها الحمد لله انا كل حال الحمد لله يا ربي الامطار الثلوج البرد في الموعد رانا زمان شكون زمان هذا كان البرد الحمد لله لان مشيت وحده صبر كيف يجوز لنا سخانه اسمع صافي الدنيا هادية بصح زمنا الامطار والحمد لله راهي كمية لاباس هاي صبا الدنيا ما تحلى بلادنا ومازال تستمر على بالكم والحمد لله وغدايا اليوم موانزا بالشهر موانزا زوغري يوم ثلاثة شيخ يوم ثلاثة جيستمون وهذه الوضعية إن شاء الله تستمر نهار الخميس إن شاء الله في التوليد إن شاء الله وهذه الوضعية تقعد حتى نقدر نقولوا لبرمي فيفري من هذاك الوقت عمري قال هذا شحال يكون ارتفاع تساقط الثلوج في هذه الايامات؟ هذه الايامات هناك عمر 5 و 15 سنتيمتر تاع الثلج ابتداء من 400-500 متر شوف نقول للناس اللي راه تستعمل تدفئه في هذه الظروف مولاخيه البارده شوفوا يفوا بنادم بالك وخلوا الهواء يسيركيلي شويه داخل الدار مع الغازات هذويا ويفيري في ما كان ويفيري في وكذلك حتى اللي يحموا الطريق والدنيا راهم يطلعوا لي فورميسيون ميتيو سيرتو المطار وكاين ليكول وكاين الثلج بزاف لازم التوقيت اللي شان ودعوه ومعه برك باش نزيدو نقطة برك شان الصحراء ممكن يستقبل الشرائح الثلجية إن شاء الله ولاية الغوار ولاية الشمال ولاية النعامة ولاية شمال جبل عمر جبل عيسى بمنطقة الصورة تما فيها ثلوج إن شاء الله خلال الظهيرة إن شاء الله والليلة الجاية إن شاء الله على هذا المعركة إن شاء الله الله يرحمكم برك كلكم وقعدوا ديما متبعينا رانا حنا في خدمتكم.